مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وقبل عيد الأضحى عند السيد اللي هو محل جل عبد الملك ولد ياك ولد علال. غادي يقربنا من الإقبال على اللحوم الحمراء، واخا دابا العيد الكبير الناس كيتقداو الحولي ولكن مازال كيجيو وكيتقداو اللحم وتيتقداو خاصة الإقبال كاين على اللحم ديال الأبقار أو الجمال، ولاو كيتقداو بزاف ولاو كيتكونسوماو بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك محمد بياج الزار في سوق الجميعة. الناس كاين اللي كيقول الجميعة وكاين اللي كيقول البلدية. هنا السوق معروف باللحوم الحمراء وسيرتو اللحم ديال الجمل اللي عليه واحد الإقبال كبير. لحم الجمل مؤخرا ولا عليه إقبال ولا من شحال هذا؟ مؤخرا ولا عليه إقبال كبير حيت الناس مبقاوش كيتعاطوا اللحوم من بحال البقري الغنمي، ولا عندهم واحد التخوف كبير وبالنسبة للحم ديال الجمل حيت كيحتوي بزاف على فوائد صحية، منها الناس اللي كتعاني من الربو عنده فوائد كثيرة. صح اختي، وسيتو كما كتشوفوا مؤخرا كما الناس ما بقاتش في الاستطاعة ديالها تشري الحاولي، ولاو كيجيو الناس كيشريو مثلا كما تشوفي دابا كيجيو كياخذوا الدواره بوحدها، كاين اللي كيشري اللحم بوحدو. ولا كيشري داكشي سيباري. سيباري الله يحفظك اختي. ما بقاش هو دابا ملي ولا حولي صغير ب 10 5000 درهم. واحد مسكين خدام 3000 درهم الاستطاعه ديالو غيشري حولي، عنده 4 الوليدات وهما 5 نفوس في البيت، ما يقدرش مسكين يشري حولي. وانا ضد دوك الناس اللي كيقول لك مقاطعون، السنه ما خصهاش تقاطع. اللي يقدر يشري يشري، اللي ما قدرش يشري ما يشريش اختي، هذا هو اهم حاجه. شحال داير الاثمنه ديال اللحم ديال الجمل؟ شحال داير؟ اختي اللحم ديال الجمل هو اغلى لحم حاليا. الحمد لله الجمل كيدير 130 درهم. 130 درهم بلا عظم، واللي غلا فيه هي الدروة اللي كيديوها الناس على حساب عدة فوائد فيها، كدير 200 درهم الكيلو. الحمد لله الجمل 130 درهم من الكيلو بلا عظم. البقري دابا 100 درهم بلا عظم ديالي. بيناتهم 30 درهم 20 درهم فرق بيناتهم 30، هذا هو ما كيفوتش الدر. وبالنسبة للغلمي دابا راه 120 125 على حساب الجودة، حيت كاين الغنم الإسبانية والغنم الغلمي كيكون غالي بزاف مقارنة مع البقري. علاش الغلمي كيكون غلى من البقري بعد الوقت؟ الغلمي أختي ما بقاش عندنا دابا شنقول لك، اللي خرجوا اللي غلوا الغلمي بزاف هما الكسابة، الكسابة هما اللي خرقوا لنا الناس. كما كتشوفي دابا العلف رخص من العام اللي فات، العام اللي فات كانوا كيقولوا لك العلف غالي هادي، هاد العام العلف رخيص وكتشوف الثمن تزاد على العام اللي فات، تقريبا تزيد واحد 1500 درهم في الحاولي. وشي ما كيبغيش الشرش بالخير اختي. وراه حتى حنا راه منكم اختي. حتى حنا من الناس، حتى حنا راه ما كرهناش يكون واحد الثمن مناسب. حتى انا مني من الناس اختي، حتى انا راه ملي كيجي عندي شي واحد وكنقول له الثمن كضرني الخاطر ديالي. الانسان دابا وليت ما بقاش كيقدر يجي عند الزير يقول له عطيني 10 دراهم ديال اللحم، ما بقاش كيقدر يجي عنده يقول له حيت كتجي 10 دراهم. كاين كاين اختي اللي كيجي بيا 5 دراهم كيقول لي بغيت 5 دراهم كفته، ما كنردوش نعطيه نتعاون معاه حتى هو مسكين. الا ما جا عندك والا ما جيناش نتعاونوا مع بعضياتنا اختي راه ما غنوصلوا لوالو. السلام عليكم. قولي من الاثمنه ديال الكفته شحال دايره الصوص؟ الكفته اختي كفته بكري كدير 110 دراهم والصوص يستوى 110 درهم، هادشي اثمنه ديال البكري. والكوطليط 150 والكبده ديال العجل 180 درهم. كبده تزادت الثمن ومازال غتسمعي شي ثمن خيالي. كما كتشوفي دابا الدواره ديال الغلمي دايره 6400 درهم، غتقدر توصل حتى 600 درهم. كبده ديما الكبده سيرتو هاد العام هذاك واحد الثمن خيالي كاع، ما موافاش كتوصل لهاد الثمن. اللحم ديال الغلمي كتف كتلقى 120 درهم، اللحم الغلمي، اللحم بكري كما قلت لك 100 درهم. عاوتاني كتبقى بالنسبه ديال الجوده بحال دابا شي وحدين كتسمع كيقول لك راه اللحم
80 درهم ولا 85 درهم. 85 درهم راه في الباطوار وغنبيعو لك انا ب 85 درهم، يعني ما غنعطيك شي حاجه ماشي كما كيقولوا الناس الاولين، زيد ما زيد دقيق والرخيصه غاليه. راه كنربحوا واحد الفرق بزاف. الربح باش كيكون مثلا كتكون مثلا السلعه رخيصه راه كيكون الربح حاجه باينه. السلعه زايده راه طبيعي الحال كيكون حتى الاقبال ما كيكونش. الانسان كيجي هادشي اللي كاين خصو اللحم ديال الجمل حتى هو كيتباع بحال هكا، حتى هو كيدير اللحم الجمل فيه الصوصيص فيه الكفته فيه اللحم ديال الطاجين حتى هو بوحدو نفس الحل البدري بحال اللحم. لا داك اختي كنخلو غير شونتي و حتى صافي كتسالي الصلاحيه ديالو كنلوحو، ولكن اللحم ديال العنقره كيتباع كيدار. لا اللحم الراس كنحيدو ما كنبيعو، ولكن ديال الجمل الجمل كتباع من العنقره من الكتف الفخاد الكرعين ديالو كيديرو طنجيه الناس كيديو الدواء. الناس على الاسعار كيفاش دايره قبل؟ وكنتمنوا يكون خير للناس الدراويش مساكن، والله ما قاد ما بقاو قادين يعيشوا في هذه البلاد هذه. كنتمنوا خير وتنات اسعار انخفضت شويه باش الدرويش شويه يقدر يعيش. ودابا تقريبا مع اقتراب عيد الاضحى كاين الاقبال ولا؟ والساعه كما كتشوف راه شويه الوقت ماشي كيف السنوات اللي الماضيه. وهاد العام غيكون اقبال كبير على اللحوم الحمراء كالبقر والجمل. اغلبيه ما غايشريش الحاوي غير الحمصه. واش راه غتمشي تشري حاوي في 40 كيلو ولا 70000 ولا 80000 من غتحال ما غتذبحو شحال غتبقى فيها؟ 60 كيلو ديال اللحم مفرقه ما غاتجيكش بالثمن، ما غاتجيكش بالثمن خلاص غير كاع تجيك مثلا. وكما قلت لك دابا بحال غتاخذها بكري غتاخذ 100 درهم من الكيلو. 100 درهم بكري صوصيت 110 كفته 110 يعني شاريجي 120 درهم. يعني عاوتاني شي الانسان غيدي على القد ديالو داكشي اللي غيقادو. يعني الناس اللي ما غاديش يعيدوا راه بطبيعه الحال يقدر انه يجي ياخذ شويه شويه ديال هادشي اللي كاين. الانسان راه ما غاديش يبزز على راسو، راه سنه، ولكن من استطاع اللي ما استطاعش راه ما غيمشيش يتعلق فين يتفلى. دابا اغلبيه كتلقاه كيمشي كياخذ كريدي باش يشري حاولي. وهادشي ما كي هادشي ما كيحدش عليه الله، الله ما وصاناش على هادشي. ونبيع فراش ويقدر يحول اي حاجه تنتظرها اختي، ولكن الانسان حدو قدو. داكشي اللي عندك عيد، ما عندكش ما تعيدش. وكنتمنوا خير اختي للامه الاسلاميه كامله، وبغينا كلشي يكون فرحان. زاد حيتاش زعما المواشي قلال ولا علاش؟ كما حتى كما كتشوفي الحنبل ديالها ما بقاش كيدور عندنا في المغرب بزاف، راه ولا القارب كما كتشوفي غير المستورد اغلبيه مستورد. وكنا الحمد لله عمرنا خدمت في المستورد، الشيء اللي كتشوف فيه كامل ديال البلاد اللهم بارك. وانا راه عندي واحد السمعه زوينه هنا في السوق، ولا بغى شي حاجه على المحل اختي ما تزرعش عبد الملك ود علال. التعاون مع الناس وضروري ما نتعاونوا مع الناس ضروري اختي، الخير في المساعده. يعني ما كناش نتعاونوا مع بعضياتنا ندفنوا راسنا حيين. شكرا لك. الناس من السلعه ونقولوا لهم الاثمنه انت خليك معنا. شحال داير هذا؟ شنو هو هذا الجمل ولا هذا اللحم ديال البقري؟ بقري شنو هو؟ كيدير غير الكفته. الكفته هذا لحم بقري الكفته 110 دراهم. هذا كيتسمى بوصو، هذا هو الكفته. هذا الصوصيص. هذا الصوصيص شحال داير الصوصيص؟ دابا بالنسبه للناس اللي غيخليو شي بعيد تقدروش يكون هذا اللي كيكون فيه العطريه خاصو يطيب ما يبقاش يبقى. كتلات غنمي 150 درهم غالي الغنمي. الكبده العجين 180 كتوصل حتى 200 درهم. ولكن انا كنتعاون مع الناس ديال الثمن زوين. هذا الكوطيط غنمي شحال دايره؟ كل حاجه شحال؟ 200 درهم الكيلو. وبدايره بحال الشحمه. الشحمه هي كتعالج بزاف ديال الامراض. دونك كتعاون حتى العيالات اللي كيبغيو انهم يتزادوا في الوزن هكاك.
تبارك الله عليكم. شوفوا كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، ديروا كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، هذه هي الاسعار من هنايا من البلديه. كنتمنى نكونوا قربناكم منها. هنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي، كنكونوا وصلنا نهايه هذا البث. نتلاقاكم في بث مباشر اخر، موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم بخير.